بسم الله. هنتكلم يا جماعة المرة دي عن حاجة اسمها الـ function أو الـ method. ايه موضوع الـ function وايه موضوع الـ method؟ كنا احنا خدنا المرة اللي فاتت الـ iteration statement اللي فيها ايه، اللي فيها الـ for والـ while والـ do while، وخدنا الـ jumping اللي هي الـ break والـ continue، وخدنا الـ if والـ switch. المرة دي ان شاء الله بإذن الله هناخد حاجة جديدة اسمها الفانكشن او الميثود. تعالى كده تابع معايا. لو انت عندك كود معين، كود والكود ده عايزه يتكرر مثلا 10 مرات او 11 مرة، فمش معقولة انت تقعد تكتبه في اماكن مختلفة من برنامج، كل ما تحتاجه تكتبه، كل ما تحتاجه تكتبه، كل ما تحتاجه تكتبه. فطبعا ده هيبقى لود كبير عليك، وهيبقى الموضوع هيبقى كبير، ومش هيبقى مش هيبقى عملي قوي. فاختار حاجة اسمها الفانكشن او الميثود. الفانكشن او الميثود يعني ايه؟ يعني هيضموا مجموعة الاكواد دي في فانكشن او ميثود يضموها، وكل ما يجي نحتاج لها نبدأ ننادي على الفانكشن او الميثود دي. يبقى احنا هنكتبها مرة واحدة بس، وفي كل مرة نيجي نحتاجها هنبدأ ننادي عليها. هي دي فكرة الايه؟ فكرة الفانكشن او الميثود. طيب بتتكتب فين وبتتعمل ازاي وايه هي الطريقة بتاعتها؟ تعال نشوف. هنفتح الفجر استوديو كده وعملنا برنامج. نيجي نبص. هنفترض ان احنا عايزين نجمع الانت. انا عندنا رقمين مثلا، اليوزر هيدخل رقمين، هنقول كونسول دوت رايت لاين دخل الرقم الاول، وهنبدأ نخلي نستقبل القيمة اللي اليوزر هيدخلها string x يساوي console تمام. طيب ونيجي بعد كده نقول ان في حاجة عندنا اسمها int x x يساوي int 32 دوت باس وندخل فيها القيمة بتاعت ال x. نفس الحكاية نستدعي الرقم الثاني وهنسميه واي، ونبدأ نحوله لانت. تمام كده احنا ايه عندنا عددين. نفترض ان احنا عندنا عدد جديد اسمه زد بيجمع الاكس اكس و الواي واي، ويبدأ يطبع القيمة دي على الشاشة. دي قيمة زد تمام. تعال ننفذ كده ونشوف. دخل رقم الاولاني 2، رقم التاني 3، ديك المجموع اللي هو 5. طب نفترض ان احنا عندنا عايزين الكود ده نقراه مثلا هنستدعيه كتير، او احنا فيه نستخدمه كتير. قال لك خلاص تعالى نحطه في فانكشن. الفانكشن دي بتتكتب فين؟ قال لك الفانكشن دي بتتكتب جوه الكلاس، جوه الكلاس. شايفين الكلاس دي يا جماعه؟ جوه الكلاس ما بين القوسين هنا،
وبتتكتب بقى المين. يعني احنا لو قفلنا المين دي كده كده، ادي المين وادي الكلاس، فهي هتتكتب جوه الكلاس وبقى المين. يعني هنا تتكتب ازاي؟ تتكون من ايه؟ لو عملنا تعليق كده، لحظة كمان، لو احنا عايزين نكتب التعليق في اكتر من سطر، يعني احنا لو عملنا كده يبقى احنا بنكتب تعليق في سطر واحد بس، انما لو عملنا كده وجينا عملنا كده عملنا كده كده، يبقى احنا عملنا تعليق في اكتر من ايه، في اكتر من سطر. ممكن نكتب اي حاجة هنا. هنكتب هنا الشكل العام بتاع الفانكشن. عامة الفانكشن بتتكون من ايه؟ اول حاجة بتتكون، لو عملنا كده، بتتكون من ال ان كانت public، حاجة اسمها public، وحاجة اسمها او برايفت او انترنال، وبعد كده نكتب function name وبعد كده بنكتب افتح قوسين ونكتب هنا البامبر. طبعا انتوا مش فاهمين حاجة، بس لحظة بس كده نكتب الشكل العام الأول، وبعد كده نتكلم. نفتح قوسين مجموعة، نكتب هنا function block، ونكتب هنا اتنين الفاليو. ده الشكل الايه؟ ده الشكل العام. في حاجة هنا ناقصة؟ الليتين. طيب يبقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها public او private، وهنفهم يعني ايه public او private. والليتين طيب النوع اللي بيرجع، واسم الفانكشن نيم، والبامبر، وبعد كده الفانكشن بوك، وبعد كده الاتين ايه، الاتين فاليو.